وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الأجهزة الأمنية لأخذ الحيطة والحذر ورفع مستوى الجهوزية للرد السريع والاستمرار في متابعة زخم العمليات التي أمنت شهر رمضان. وشدد الكاظمي في اجتماع مجلس الأمن الوزاري على تكثيف الجهد الاستخباري ومتابعة الجهود الناجحة التي أثمرت عن الإيقاع بالعصابات الإرهابية وعصابات تداول المخدرات وتوجيه ضربات استباقية تحبط كل مخططات الإساءة للأمن والاستقرار التي يعمل عليها الإرهابيون.